بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الدرس التاسع في دورة الأكسس الأساسية، وهنتكلم في الدرس دوت عن حاجة اسمها الحقول المحوسبة أو المحسوبة، اللي هي الكالكوليتد فيلدز. المرة اللي فاتت يا جماعة واحنا بنعمل جدول المنتجات اللي هو ده، كان عندنا الربح اللي هو دوت، وكنا عاوزين نحسب الربح بتاعنا دوت اوتوماتيك، يعني نخلي الاكسس هو اللي يحسبه لنا، ان هو يطرح سعر البيع ناقص سعر الشراء ويحط لي الناتج فين في الربح. هنعمل الكلام دوت ازاي؟ طبعا هاجي في عرض التصميم، ماشي، وهتلاحظ ان الربح معمول ايه، عمله. احنا ما نعمل فاتوره عمله، بس احنا دلوقتي عشان هنحسبه هنشيل الحقل ده خالص، نعمله حذف وهنكتبه من جديد. هنقول ان احنا عاوزين نعمل حقل اسمه حقل الربح، والحقل ده بدل ما هيكون عملة هنخليه محوسب، تمام كده. طيب طلع لي حاجة اسمها منشئ التعبيد، اللي هو الاكسبريشن بيلدر او منشئ التعبيد. في الاكسبريشن بيلدر دوت هنقول له الحقل ده هيساوي لنا سعر البيع ناقص سعر الشراء، تمام كده. لاحظ ان هو حاطط لك اسم الحقل اللي هو بتاع سعر الشراء وسعر البيع ده ما بين تو براكتس او قوسين بالشكل دوت، علشان يشاور عليهم، عشان يقول دول حقول في الجدول بتاع ايه، بتاع المنتجات. طيب هنقول له موافق، تمام كده، وهنكتب ديسكريبشن هنا او الوصف بتاعنا ان هو ده يمثل هامش الربح الخاص بالمنتجات. وعايز تكتب التفاصيل اكتبها براحتك انت. طيب هخزن سيف، وبعد كده طبعا هو سيف مفيش مشكله لحد دلوقتي، ولو عاوز تشوف التنسيق، التنسيق هو حاطه هنا ايه، عمله، علشان برضو ما تقلقش، ولو عاوز تخليه رقم برضو براحتك انت مفيش مشكله. هنيجي نعمل عرض للبيانات بتاعتنا وهنكتب كود المنتج بتاعنا، مثلا اي كود وليكن 1000، وبعد كده اسم المنتج هنكتب مثلا عندنا مثلا بيبسي، النوع بتاعه حبة، سعر الشراء بتاعه يا جماعة هيكون مثلا، أنا بجيبه مثلا هنقول بريال ونص، سعر البيع ببيع بريالين. لاحظ كده هتلاقي ان هامش الربح بتاعك اتحسب مباشرة واتكتب كام؟ نص ريال سعودي. نص ريال سعودي لو انت عايش في السعودية، طبعا جنيه مصري لو انت عايش في مصر، تمام كده. وعلى كذا اقصير، تعالى تكتب مثلا واحد تاني مثلا 1001 مثلا، وهنقول ان المنتج بتاعنا اسمه مثلا ايه تاني غير بيبسي، سلمون او تونة، خلينا باللغة بتاعتنا احنا تونة. ال بتاع دوت النوع بتاعك مثلا عندي كرتون، سعر شراء الكرتون على بعضيه ده مثلا 150 ريال، سعر بيع الكرتون على بعضيه 200 ريال او 250، تمام كده. لو جيت هنا هتلاقيه حسب الفرق، 250 ناقص ال 150 هيديك متر ريال سعودي. يبقى كده بدل ما انا اقعد احسب بقى الحاسبه والقصه دي كلها، هو بيحسب لي، بيعمل لي كالكوليشن او بيعمل لي حساب لفرق السعر ما بين سعر البيع وسعر الشراء، وبيديني هامش الربح بتاعي في الحقل ده، وبيخزنه كمان. ودي ده شيء يعتبر شيء من الاشياء الكويسه جدا اللي هي بنقدر نعملها عن طريق الاكسبريشن بيلدر والحقول المحسوبه. بكده نكون تعرفنا على الحقول المحسوبة الكالكوليتد فيلدز داخل الاكسس، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو اعمل لايك عليه او كومنت عليه او شيره لزملائك عشان يستفادوا منه، واذا عجبتك القناة اعمل سبسكرايب عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.